اللي صار بمطار رفيق حرير الدولي عبارة عن قرصنة للشاشات تهتم بمغادرة والوصول لحركة الطيران، وهذا الشيء أثر على نظام BHS للحقائب. عدة تساؤلات اليوم، هل هو عمل إرهابي، عمل فردي، أو خلل بالنظام؟ لأنه كلنا بنعرف أنه النظام الموجود بمطار رفيق حرير الدولي هو نظام كثير قديم. عادة اليوم أنونيموس أو غيره من الهاكرز بيقوموا بقرصنة المطار بكامله، بيشلوا حركة الطيران بكاملها، بإطفاء مطار رفيق حرير الدولي. هذا إذا بدهم يكونوا مقرصنين جديين. هل هذا الشيء اللي صار اليوم لأنه القوى الأمنية بالآونة الأخيرة كانت كتير عم تضبط عمليات تهريب، وقامت بضبطها بعدة مرافق منها بور بيروت ومنها مطار رفيق حرير الدولي. اليوم العتق بيقع على الدولة اللبنانية والحكومة اللبنانية. اليوم لازم إنشاء عدة قوانين جديدة، منها سايبر سيكوريتي وتطوير البنية الإلكترونية، وهذا اللي صار اليوم بمطار رفيق حرير الدولي بمس بالأمن القومي.